السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي. موضوع هذا الفيديو إن شاء الله سيكون عن برنامج كيمستر إن شاء الله تعالى. سنصمم الصورة الشخصية على الخلفية التي نريد إن شاء الله. سنذهب إلى البرنامج من هنا، جديد إن شاء الله تعالى. ملاذي هذا الحجم 16.9 هنا تالي. هكذا سنذهب إلى الوسائط، سنذهب إلى هذا المكان كي نبحث على الخلفية التي سنعمل عليها إن شاء الله تعالى. من هنا حسنا سأبحث عن مكتبي الأعمال إن شاء الله. سأذهب إلى هذا المكتب، مكتب جيد. من هنا أصدقائي ركزوا معي جيدا، الخلفية الصورة التي سنعملها على هذه الخلفية يجب أن تكون لها خلفية خضراء أو زرقاء. إن لم تكن لها خلفية أو زرقاء لن تضغط الصورة على هذه الخلفية أبدا. سنذهب إن شاء الله إلى طبقات لكي نأتي بالصورة الشخصية. من هنا هذه الصورة لا تعمل لأن لها خلفية بيضاء. سنسرع بعد قليلا في الشرح لكي يكون الفيديو قصير إن شاء الله أصدقاء. سنحذف هذه الصورة، ليس لها خلفية زرقاء إنما خلفية بيضاء لا تعمل هنا أصدقائي. شاهدوا جيدا تمكين كما تشاهدون، لا تضبط أبدا، يبقى الخلفية لا تظهر بشكل جيد كما تشاهدون، لا تضبط معنا بهذا الشكل. سنحذفها إن شاء الله وسنذهب إلى طبقات لنأتي بالصورة المناسبة التي كهذه الصورة التي لديها خلفية زرقاء. هذه الصورة ستضبط معنا أصدقائي، لديها خلفية زرقاء كما تشاهدون. سأحاول أن أذهب بالصورة هنا في المقعد. أصدقائي ركزوا جيدا، هكذا سأذهب إلى مفتاح الصفاء هنا تمكين. لقد ضبطت معنا الصورة كما نريد، سنحاول نثبتها في المكان المناسب هكذا. هكذا أصدقائي سنحاول أن
نضبطها على الخلفية حتى تنطبق مع الخلفية بشكل جيد. هكذا أصدقائي، هي انطبقت مع الخلفية كما نريد، أصبحت الآن بشكل جيد أصدقائي. ونحن وصلنا إلى نتيجة هنا أصدقائي، سنحفظ الفيديو من هنا أصدقائي، جودة 720 إن شاء الله. الفيديو المقبل إن شاء الله سيكون على، سنحفظ فيديو إن شاء الله، سنعمل فيديو إن شاء الله، وسيكون هذا الفيديو مناسب مع الخلفية، تجلس على المقعد في المكتب الأعمال وتتكلم كأنه حقيقي أصدقائي. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، سنذهب إن شاء الله قبل إلى هذا الاستوديو لنشاهد كيف أصبحت هذه الصورة متطابقة مع الخلفيات المكتب أصدقائي، شيء جميل كما تشاهدون، شاهدوا شيء جميل جدا. وصلنا إلى نهاية هذه الفيديو أصدقائي، لا تنسونا من صالح دعائكم، وشاركوا مع الأصدقاء القناة وفعلوا الجرس والأكسكرابت لكي يوصلكم كل جديد إن شاء الله. في موعدنا في الفيديو المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة السلام الله عليكم. وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.